إلى أمير روما بالتأكيد وملكها. الله على توتي، توتي يرسل الكرة، وصلت إلى ياسر القحطاني. القناص يريد أن يودع جماهيره بهدف، تحدي فيما بينه بالتأكيد وما بين محمد الدهيع في مباراة اليوم. الكرة بتتحول في مكان الآن إلى طارق التائب، يرسل الكرة ياسر يحاول فيها بشعرة ياسر كادت، لكن الكرة أيضا بتتخلص عن إخراج لاعب بقيمة يوسف الثنيان، ليس فقط بالتأكيد هنا في المملكة القارة بأكملها. الكرة وصلت الآن إلى الرقم 20 ليلى، يودعون فيها هذا السهم، يودعون فيها قوس الهلال، ليلة قوس الهلال والسهم الأخير يا ياسر. نعم هي مناسبة ياسر القحطاني وما زلنا بانتظاره، لكن روبن فان بيرسي ياسر قوية، الدعية فرصة 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 ضدي. شوف الدعية يقول له حاول مرة ثانية، هذه ابتسامة ياسر يقول له حاول، هذا الاخطبوط أنا الاخطبوط. ليلى مشاهدينا متابعينا يودعون فيها أحد نجومهم وأحد أسمائهم وأحد بالتأكيد أحد أكثر اللاعبين جماهيرية في تاريخ الكرة السعودية في وقت من الأوقات. في اللقطة الماضية يوسف 56 سنة ما شاء الله، هي ستيل جوت إت مثل ما يقولون. الكرة تصل إلى القناص ياسر القحطاني، ياسر يتقدم بيلعب له كرة استلام، التغطية من كارلوس إدواردو إلى لاعب أفريقيا، وصلت إلى ياسر القحطاني، ياسر استلم، ياسر حاول، ياسر يبحث عن مساحة، الكرة تعود إلى توتي، تصويبة قوية يا رب. لم يخرج إلا لكي يتيح لنا الحديث عن البقية، إلا لكي يتيح لنا الحديث عن الآخرين. هذا ياسر القحطاني شيء من اللمحات، شيء من الماضي، كرة رأسية ما زالت شعرة ياسر أيضا، الشعرة التي سجل بها هدفا حسما بطولة الدوري. بالتأكيد هذا ياسر القحطاني، لكن هذا لا يلغي بأن أحد خمسة أفضل خمسة هدافين في تاريخ الدوري السعودي بالأرقام. إيتو بيلعب لكرة ياسر، مستحيل يا دعية، الله على الاخطبوط. شوف الطلب، شوف التحدي، يقول له ما تدخل، ما في السيارة ما تروح، التحدي على السيارة. شوف إيتو يصنع، ياسر يطلب، القناص يضرب، الدعية يقول لا، ما زلت احتفظ برشاقتي. وهذه الكرة إلى توتي بالصدر، بيلعب لها كرة، الله على الاستلام، ياسر من بعيد، ياسر من بعيد، الله على الكرة من كرة ياسر، كاد أن يودع جماهيره بماركة ياسر، كاد أن يودعه بأهداف ياسر، لم يكن حضوره عاديا لكي يودعهم بطريقة عادية. يا لها من لحظات، يا لها من أوقات يا ياسر، يا لها بالتأكيد من ذكريات. 221 هدف في مسيرته بالتأكيد في العالم ووصيف آسيا في 2007. هذا هو ياسر من نتحدث عنه ومن يستمر في الحديث، مصر ياسر أن يسجل في مرمى الدعية. الكرة تعود، الكرة بيخطفها كويلار، سجل على اللين ذهابا وإيابا وسجل هدف في فريق السد. الكرة بتتحول الآن من جديد، ياسر يا سلام يا قناص، عطينا لمحاتك، عطينا بعض من ذكرياتك وما أجملها، بعض لقطاتك التي كانت في ذاكرتنا وستظل دائما نشاهد، دائما نقول بالتأكيد الذين نحبهم لا نودعهم. لكن الآن إيتو، إيتو أتقدم، إيتو المتعة مستمرة، ياسر يحاول، لكن الدعية يقول أنا إلى الآن ما زال ياسر يحتفظ بهدوء. الكرة بتتحول باتجاه إيتو، إيتو أتقدم، تحرك الآن، بيرسل الكرة إلى ياسر، ياسر يحاول، ياسر يتقدم في الجهة اليمنى، يحاول إلى الروبين فان بيرسي، أرطحونا الروبين فان بيرسي، أرطحونا الهولندية، عادت من جديد إلى ملك روما، إلى توتي، توتي تقدم، توتي بينية إلى أندريا بيرلو، والله لكن الكرة من جحفلي، هنا توتي اللي يحاول أن يتقدم، يرسل الكرة، ياسر استلم، ياسر يا رباه، ياسر يسجل والجمهور الهلالي يحتفل. يا لفتنة هذا المنظر، يا لفتنة هذا المنظر، وهل هناك أجمل من أن تودعهم بما عودتهم عليه؟ إنها الطريقة المفضلة وإنه لاعبهم المفضل، ليلة قوس الهلال والسهم الأخير يا ياسر. لا تتحدى القناص يا دعية، لا تتحدى، انظر إلى توتي الاستلام، الدوران بدون ما يشوف،
بدون ما يشوف. هو حافظ هو حافظ هو عارف. الله على هدم القناص يسجل في ليلته في ليلة وداع تلويحة وداع أمام حارس القرن. هنا احتفالا هنا لقطة وصلت إلى الهولندي. آهن على الذكريات يا روبن، آهن على الأيام. الكرة العرضية إلى روبن، لكن محمد الدعية يتصدى في هذه اللقطة ويبعد هذه الكرة إلى ليونج فيو. الكرة تصل الآن في الجهة اليمنى، فيها تمريرة وصلت إلى القناص. ياسر القحطاني استلم، ياسر القحطاني في فترة عز ياسر القحطاني كنت أتذكر هذا المرور. يا سلام على التلاعب. ما أصعب الشعور أن تكون هذه المباراة الأخيرة التي تمثل فيها فريق الهلال أمام جماهيره. ما أصعب هذا الشعور بالتأكيد بالنسبة لمحبيه، حيات سابقة لنجوم سابقين واعتزالات سابقة. لكن انظروا الآن ياسر يصوب الكرة إلى خارج الملعب. ضاعت يا قناص، ضاعت يا 20، ضاعت هذه في الليلة التي ستودعنا فيها يا ياسر. يشينها ليلة وداع المحبين، حسرة وضيقة بال في يوم فرقة. جمهور ياسر ودع الرقم 20 ويبكي على القناص بدموع زرقاء. هذا ياسر القحطاني الذي أراد أن يسجل بقميص الهلال في ليلة وداعه وتلويحته الأخيرة بالتأكيد. عشاقه ما أبهر حتى خصومه في 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 مباريات ومناسبات كبيرة. ياسر القحطاني استلام، ياسر القحطاني كنترول، ياسر القحطاني تمريرة، بيلعب لك كرة إلى كاريو، عادت إلى الرقم 20 والعرضية تأتي رأسية. يا الله يا الله، من يعتزل في مباراة اليوم، لمن يريد أن يبدأ مشواره مع الهلال. الله على الكرة، يصنعها القناص لصالح الشهري وكأنه يقول له انطلق انطلق هذا الهلال، هذا الهلال. شوف العرضية، شوف العرضية، شوف الرأسية، شوف هذه الكرة. الشهري يسجل، الشهري صالح يا هلال، هدف لمصلحة فريق الهلال بعد صناعة رائعة جدا من الكابتن ياسر القحطاني. يا لها من أيام كيف مرت بشكل سريع. هنا الكرة باتجاه صالح الشهري، صالح يبحث عن ياسر، ياسر استلم، ياسر وقف، ياسر إلى كاريو، وصلت إلى محمد الشلهوب قوية. يا الله، الشلهوب يسجل، الأسطورة وبطل آسيا وأكثر ألقاب الهلال بهذا القميص. الأهداف ما زالت متاحة، والعرضية في مكان إلى ياسر، ياسر ممكن العرضية، عرضية تأتي. يتحرك ياسر بقميص الهلال ويحاول، ولكن الكرة مقطوعة من ماجد مع أفراح الهلاليين. الكرة بتتحول الآن في نص الملعب، والكرة يا قناص ما زال يملكها. إلى فرق، شوف هذه كرة ياسر اللي بالكعب وهذه اللقطة. شكرا ياسر، نقولها على كل لحظة أسعدت بها محبيك. الكرة تصل إلى كاريو، شلهوب وحده، شلهوب وحده. ياسر يا عيني يا كبير يا ياسر، هي ستيل جوتت. الكرة تصل الآن، صالح الشهري، ياسر استلم، ياسر وقف، ياسر مرر الكرة إلى الشلهوب، الشلهوب قوية. الكرة إلى خارج الملعب. يا شلهوب خلاص راح يسوي لك حفلة تزال، تبغى تسجل من الحين. هذا هو النجم الكبير ياسر القحطاني. صافرة مشاهدينا تأتي، واللحظات الأخيرة تأتي، ما أصعبها من لحظات الآن نودعون فيها هذا النجم عند الفراق. اترك لعينيك الكلام، اترك لعينيك الكلام، فسيقرأ من أحبك سوادها يا ياسر. اترك لعينيك الكلام، إنها تعبر في هذه اللحظات عن مسيرة مليئة بالذهب والفرح والألقاب والمتعة، لكن الدموع قد تكون حاضرة في هذه اللحظات. يا مخرج خليك مع ياسر، الكل يقف في هذه اللحظة في تحية وداع، في تلويحة وداع. انظر إلى من يقاوم دموعه لكي لا تنزل في هذه التوقيت. يشينها ليلة وداع المحبين، حسرة وضيق بال في يوم فرقة. جمهور ياسر ودع الرقم 20 ويبكي على القناص بدموع زرقاء. يا الله على المشهد، لم يتمالك، لا يستطيع أن يتمالك. لولا الدموع، يقول الشاعر، لولا الدموع وفيضهن لأحرقت أرض الوداع حرارة الأكباد، حرارة الأكباد.
وداعا وشكرا يا قناص، شكرا ياسر على كل لحظة أسعدت بها محبيك خلال مشوارك ومسيرتك المليئة بالذهب والمتعة، وكل التوفيق لك في حياتك خارج المستطيل وداخل قلوب محبيك. شكرا ياسر، يقولها كل من هتف يوما، من صرخ يوما، من احتفل يوما، من استمتع يوما، من شجعك يوما، من زاملك يوما، من بقي معك يوما، من راهن عليك يوما. شكرا ياسر، يقولها لك الجميع اليوم، نجوم سابقين، اساطير، لاعبين، اترف الدموع، اترف الدموع، هذه لحظات تستحق ذلك يا ياسر. عند الفراق قل ما تريد دون تردد او خوف او خجل بكل تأكيد. يا لها من لحظات مشاهدينا التي يودع فيها القناص، والتي يترك فيها أرضية الملعب، والتي يعيدنا فيها الى ذكريات وسنوات سابقة. لو تعتزل تبقى حبيب الجماهير، لك عشق فوق اللي تصور خيال.